رايحين معكم مشاهدينا من بعد البريك بيك اليوم بيومه، وصلنا معكم لفقرة حزالة نهرة لحتى نحكي بموضوع روحي جديد. واليوم رح نتناول فكرة خاصة بالتناول، هل يا ترى نحن لازم أو هل يجوز أن نتناول بكل قداس بنشترك فيه؟ هذا الموضوع رح ناقشه مع أبونا القس صليبة ملكي، كاهن كنيسة مار جابرييل في نور شوبينج بالسويد. بارخ مور أبونا. اللهم بارك بشينا وبشلوا اهلا وسهلا فيك ابونا عبر سبوره تي في وبهالموضوع الروحي الجديد يلي عم نتناوله. بالفعل يعني سؤال بديهي، يعني هل لازم نحن انه نتناول بكل قداس بنشترك فيه؟ شي ما بو وبر روح قديش حضله الشهير امين. ايه امين. اكيد اذا بدي جاوب بكلمه واحده هو ايه نعم تماما. لازم نتناول مشان نستفاد من القداس بكل مفاعيله لازم نتناول. تماما. طيب أبونا، شو هي ضرورة ومنفعة التناول بكل قداس؟ أول شيء خلينا ناخذ إنه ليش نعم؟ خلينا ناخذ إنه قوانين الكنيسة بتنص إنه لازم نتناول كل قداس، ولا هل الفكرة المتداولة بين شعبنا إنه لازم يمر 40 يوم على التناول مثل ما عم نشوفها بين كثيرين من شعبنا وحتى من الكهنة، في بعض الكهنة بيقولوا هالشيء. بالحقيقة إنه قوانين الكنيسة ما في فيها شيء بيقول انه لازم يمر 40 يوم على التناول، لا بل بالعكس قوانين الكنيسة بتقول انه لازم واحد يتناول بكل قداس، وهالشيء مكتوب بكتاب الهدايات لابن العبري. بيقول ابن العبري بكتاب الهدايات بالصفحة 25 اللي عم يحكي فيها على التناول، يقول انا بترجمها فورا للعربي: إن كان أحد من الرتب الكهنوتية لا يتناول عند حضوره القداس، إن كان هناك سببا مقبول فليعلن. يعلن يعني شو السبب؟ فليعلن ذلك ليغفر له، وإلا فليفرز. يفرز يعني يعاقب عليه قانون يعني. بعدين بيكمل ابن العبري، وهالشي عم يجيبه من قوانين الرسل، من تعاليم الرسل نفسه. بعدين بيقول: كل المؤمنين الذين يدخلون ويسمعون للكتب المقدسة ولا ينتظرون لتناول القربان يفرزون. يعني كمان مصير مثل مصير الكليروس اللي ما بيتناول، يفرز يعني يعاقب. صحيح. هذا كمان بقوانين الرسل، عم يعطي دائما الشاهد ابن العبري من وين جاب القانون. بعدين بيكمل ابن العبري بيقول: كل الذين يرجعون وجوههم، يعني بيبرموا وجههم عن التناول الأسرار، عفوا أول شيء كل المؤمنين الذين يدخلون ويسمعون للكتب المقدسة ولا ينتظرون لتناول القربان يفرزون، هاي قلناها. بعدين كل الذين يرجعون وجوههم عن تناول الأسرار فليرموا ينشدون، يقول بالسرياني ينشدون يعني فليرموا، هاي يعني غير العقاب، هيدي ينقطعوا من الشركة من الكنيسة. وعندما يتوبون يقبلون. هذا القانون جاي بمجمع أنطاكيا، جايبه من مجمع أنطاكيا ابن العبري. في كمان بكتاب من كتب كتبنا للآباء السريان، واحد من الآباء اسمه الأب بولا، يقول: إن كان ممكن أن يتناول المتوحد، أن يتناول المتوحدون كل يوم من الأسرار المقدسة، لأن الذي يبعد نفسه منهم يبعد نفسه من الله، يعني اللي يبعد نفسه من الأسرار بيبعد نفسه من الله تماما. وكل من بمداومة يعمل هذا العمل، يعني أنه يتناول، إنه يقبل المخلص بمداومة. هذا الكتاب اللي مأخوذ منه هو اسمه لوقوطي من تشعيوثة دابهوثو لديرويو سعيد اللي بهولندا. في كمان مقولة حلوة لمارسي ويريوس الكبير اللي هو ملفان الكنيسة السريانية. شوي بدي أقرأ ما قاله مارس سيويريوس لأنه بيشرح لنا هيك بتفصيل
شلون انه لازم نتناول، وليش هدول اللي ما عم يتناولوا عم يقولوا انه نحن ما بنستحق انه نتناول كل اسبوع او كل قداس. القديس مارسي ويريوس الكبير بيجيب على هالامر ويقول: لا يقل لي احد اني اخشى التناول من الاسرار المقدسة وابعد نفسي عنها، لان بولس الرسول يستوقفني فعلا حينما يقول: لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب، 1 كورنثوس 11. ولهذا السبب أتقرب بحذر مرة أو مرتين في السنة من المائدة الرهيبة، مثل ما العادة المشهورة عنا أنه في ناس كثير بيتناولوا بس بالأعياد. يبين هالعادة كانت لسه على أيام مارسي ويريوس. بس هون شو فهو القصد عم فيها ابونا؟ يعني شو القصد فيها؟ انه ما كتير فهمت انا، انه هل يا ترى انه بده يتقربوا بحذر انه بيكون هن عندهم مشاكل روحية او كذا لحتى يكونوا جاهزين للتناول، فانه بيتناولوا بس مرتين بالسنة؟ عم هو ان الناس هيك عندهم هالنظرة، انه انا ما بقدر اتناول كل مرة لانه بدي استعد للتناول وبده استعدادات، وبياخذوا حجة قول بولس الرسول مثل ما عم بيقول مارسي ويريوس انه اخشى التناول من الاسرار المقدسة وابعد نفسي عنها، لان الرسول بولس يستوقفني فعلا. يعني عم يستوقفه لما عم يقول: الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. يقول: مشان هيك انا عم لهذا السبب اتقرب بحذر مرة او مرتين في السنة من المائدة الرهيبة. بس هلا بده يجي هو شرحه لمارسي فيريوس، يقول: قل لي، أهذا تعتبره مانعا ان يقول بولس الرسول بأن تطهر نفسك كل يوم فتتمتع بهذا الطعام الخالد الذي يجب ألا تأكل وتشرب منه بدون استحقاق؟ إذا كانوا يذكرونك حينما تذهب لمقابلة ملك بأنه يجب عليك أن تدخل بطريقة لائقة وبمظهر متواضع، فإننا لا نقول إنهم بذلك يبعدونك عن مسكن الملوك، بل بالحري إنهم يشجعونك على الدخول والتمتع بالكرامة بتقدمك بطريقة لائقة. وأيضا حينما تتقرب مرة واحدة بالسنة فإنك لا تتطهر مقدما طول السنة بطريقة لائقة بهذا اليوم الذي فيه تريد أن تتقرب، وإن لم يكن الأمر كذلك فما معنى تفكيرك الخاطئ؟ يعني عم يقول تفكيركم خاطئ أنه عم تتناوله بس مرة أو مرتين بحجة الاستعداد. ويكمل مارسي ويريوس يقول: فإنك حينما تكون قد جمعت دنس شهور عديدة وكومت الخطايا فإنك بالأحرى تتقرب بطريقة غير لائقة، لأن من يتقرب باستمرار يعرف إنه مستعد تماما لكي يتقدم أمام ملك الملوك ويحييه ويقبله في داخله، فهو يتجنب الخطايا الكثيرة بكل قوته وكل مقدرته. أما أنت بعد أن تحدد مرة واحدة تتناول فيها ثم تمتنع بعد ذلك، فإنك تواجه مهلة طويلة للتوبة في اطمئنان وبدون خوف، وبذلك لا يكون مدخل بملك الملوك إلى داخلك، بين قوسين، إذ يجد مسكنك مغلقا. هاي بالنسبة إنه ضرورة التناول من كل قداس. تماما ابونا. ابونا في نقطة هيك قبل ما تابع باسئلتي، اوقات في عالم بتتأخر على القداس، يعني ما بتجي من اولته فبتجي بنص القداس، فبتقلك انه انا ما حضرت القداس كاملا فما رح اتناول، هل هيدا الشيء صحيح ولا كمان غلط؟ كمان غلط، لأنه المسيح عطى مثل الفعلة اللي أجوا اللي اتفق مع الأولين إنه يعطيهم دينار، واللي أجوا بعد بشوي وعطاهم كمان دينار، واللي أجوا آخر شيء كمان عطاهم دينار. أول واحد قال له: ليش عطيتني أنا دينار؟ والآخرين اللي أجوا ما تعبوا كتير عطيتهم دينار. قال: أنا إيش اتفقت معك؟ ما اتفقت معك دينار؟ قال: بلى. قال: أنا أعطيتك حقك، ولا أنت عينك ضيقة أنه أنا بدي أترحم أو بدي أعطي للجميع مثل بعض؟ فالمسيح بيقبل جميعنا، كل واحد عنده ظروفه. في مثلا أم عندها أولاد صغار، لبين ما تفيقهم، لبين ما تلبسهم، عم يصير معنا ظروف مع ظروف
متأخر، في واحد عنده يمكن اشتغل لنص الليل، خاصة نحن هون بأوروبا عم يشتغلوا حتى أيام السبوت، بس مشتهي إنه يجي للكنيسة ويشترك، إجا متأخر. أنا بقول بيجوا للكنيسة، بس واحد ما يسويها عادة طبعا، أكيد إنه يحاول يجي بكير، بس إذا إجا متأخر لظروف معينة كمان بيتناول، ما بيمنع هذا الشيء. طيب أبونا، نحكي شوي عن ضرورة ومنفعة التناول في كل قداس. يعني هلا من أول الحديث لهلا في أكيد مشاهدين بيقولوا لنا إنه أوكي عم نشوفها إنه مثل فرض هي موضوع التناول، ولكن أكيد في منفعة روحية لحتى كل هالشيء ركزوا عليها الآباء والقديسين والآباء الأوائل إنه لازم نتناول لازم نتناول. فشو هالضرورة والمنفعة اللي بناخدها من التناول في كل قداس؟ المنفع في منافع كتير روحية، خلينا نبتدي من صلاة القداس نفسه شوي هيك نتعمق في الكلام. مرات واحد بيجي للقداس ما بيتعمق بالكلام وما بيفهم شو معنى الكلام، خلينا شوي ناخذ من صلاة القداس بنفهم أول شيء المنافع وبنفهم ضرورة كمان التناول. صلاة القداس إذا بنرجع لصلاة اسمها صلاة وضع اليد، يقول أيها الإله الآب، يا من برأفتك الجزيلة أرسلت ابنك إلى العالم يرجع الخروف الضال، لا ترذل خدمة هذه الذبيحة غير الدموية، لأننا على رحمتك وليس على برنا متكلون، فلا يكن هذا السر الذي دبر لخلاص دينونة لنا، لكن واسطة للصفحة عن خطايانا. ففي منفعة هون، الصفحة عن خطايانا، بدي أدخل فيها أكثر بعد شوي، بس باخذ كم جملة من القداس بعدين بندخل بالتفاصيل تبعه. بيقول كمان بالقداس الإلهي بعد ما يصلي الكاهن يقول استجبني يا رب، استجبني يا رب، استجبني يا رب واشفق علينا أيها الصالح، بعدين حلول الروح القدس، بعدين بيقول الكاهن لكي تقدس هذه الأسرار متناولها نفسا وجسما فيثمر صالح الأعمال. يعني لما الأسرار اللي بنتناولها وتقدس جسمنا ونفسنا بنثمر أعمال صالحة، لأنه المسيح اللي دخل جواتنا بيشتغل فينا وبيخلينا أنه نعمل أعمال صالحة. الشماس بيصلي قبل التناول، بيقول أول شيء بيقول أمين بارخ مور، والكاهن بيرد السلام لجميعكم، بيرد الشماس ومع روحك أيضا قبل تناول هذه الأسرار المقدسة والإلهية التي تقدم، فلنحن رؤوسنا ساجدين أمامك أيها الرب الرحيم. هون بيعطينا كمان صلاة وضع اليد، يقول أمامك طأطأ رؤوسهم عبيدك المترجون رحمتك الجزيلة، فاسبغ يا رب بركاتك وقدس أجسادنا ونفوسنا وأرواحنا جميعا، وأهلنا لتناول أسرارك، أسرار المسيح مخلصنا المحيي التي تعطي حياة. بدي أدخل بالتفاصيل بعدين، بس هيك بدي كم مقطع من صلاة القداس مشان نعرف إنه صلاة القداس أولا مأخوذة من روح الإنجيل وبتعلمنا منافع القداس، منافع التناول. وأهلنا لتناول أسرار المسيح مخلصنا المحيي، فنحمدك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك القدس. معناتها أسرار المسيح بتعطينا حياة. تقريبا في نهاية القداس، أو خلينا قبل نهاية القداس، في قطعة كتير مهمة بتوضح لنا ضرورة التناول. هلا أول ما بيخلص الكاهن الوعظة بيسكروا الستار، بعدين بيقولوا حيلاوث شمايوني، إن القوات السماوية تقف في بيت القدس ويزيحون جسد ودم ابن الله المذبوح أمامنا، اقتربوا وتناولوا منه لغفران الآثام والخطايا. اقتربوا، هون فعل أمر، هو اقتربوا. بعدين بيقول
الكاهن: من مذبحك الغافر ينحدر غفرانا لعبيدك يا ابن الله، يا من أتيت لأجل خلاصنا. ينحدر غفران، معناته في المغفرة، في الحياة الأبدية، في الثبات بالمسيح، في إنه عم بيعطي ثمار، وبدي أشرحهم بالتفصيل. ابسط أيها الرب الإله يمينك غير المنظورة، وبارك هذا الجمع الساجد لك الذي ينتظر. شوف هلا عم نحكي بالمستقبل، الذي ينتظر تناول أن يتناول جسدك ودمك الثمين للحظوة بغفران الذنوب والصفح عن الخطايا وطلاقة الوجه أمامك ربنا وإلهنا. بعدين بيقول: فلتكن مراحم الله الآب العظيم وفادينا يسوع المسيح على حامل هذه الأسرار اللي هو الكاهن، وعلى واهبيها الكاهن أو شماس الإنجيل كمان، وعلى متناولها اللي بيتناولها، وعلى كل من اشترك ويشترك فيها. طيب اللي ما اشترك فيها راحت المراحم له. هون خلصنا الصلاة اللي هي مفروض قبل التناول، مفروض التناول مثل ما عم نعمل هلا سيدنا المعظم مار غناطيوس أفرام الثاني، إنه عم علمنا إنه لازم نرجع للطقس القديم ونناول قبل الرفعة. شوفوا بعد الرفعة بدنا نحكي هلا بالماضي، هلا كنا عم نحكي بالمستقبل، هلا بدنا نحكي بالماضي. يقول: سبحانك سبحانك ربنا وإلهنا وفادينا يسوع المسيح إلى الأبد سبحانك، جسدك المقدس الذي أكلناه. صار عم نحكي بالماضي لأنه هون على أساس تناول الناس مفروض. جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الغافر الثمين الذي شربناه. لا يا رب يكونان للدينونة والانتقام، لكن واسطة للصفح ومحو الذنوب. فمن هون عم نشوف ضرورة التناول من كل قداس. ينهي بعدين الكاهن بصلاة الشكر، بيقول: نشكرك يا رب لأنك بجزير رحمتك جعلتنا للاشتراك بمائدتك السماوية أهلاً، فلا نشجب بتناولنا أسرارك المقدسة، لكن لنشترك بروحك القدوس باستحقاق ونحظى بنصيب جمهور الصديقين وسهمهم. كل صلوات القداس مثل ما وضحنا عم تحثنا أنه نتناول، فلما ما عم نتناول ما عم ناخذ البركات على أكمل وجه، ما عم ناخذها. هلأ خلينا ندخل بفوائد التناول، خدناها هيك شوي بشكل مبسط من صلاة القداس، خلينا ناخدها كمان من الكتاب المقدس. أول شيء الثبات بالمسيح، أول يعني منفعة. المسيح بيقول بيوحنا 6:56، يعني إصحاح السادس الآية 56: قل من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. مثل ما قلنا بصلاة القداس، اللي يثبت فيه يأكل جسده ويشرب دمه يقول بأعمال صالح. كمان يقول المسيح: اثبتوا في وأنا فيكم، كما إن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن ثبتتم في. إن الكرمة، أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيئا. شوف شلون صلاة القداس موحاة من روح الإنجيل. قلنا اللي يتناول يثبت بالمسيح يأتي بأعمال صالحة، يثمر أعمال صالحة. هاي موحاة من هالنص اللي قريته بالإنجيل. تماما أبونا. أبونا هلا هيك صارت واضحة لنا ضرورة ومنفعة التناول بكل الداس، ولكن أيضا في موانع التناول. هل في موانع للتناول؟ في موانع بالتناول، بس خليني كفي لك فائدة تانية بالقداس، أو فائدتين تانية على الأقل، علشان يمكن وقتنا ضيق بس بحاول أختصر. تاني شيء بالقداس، منافع القداس اللي هو كتير ضروري، هو إنه الإنسان يأخذ وعد بالحياة الأبدية، لأنه الرب يسوع يقول: الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية،
أنا هو خبز الحياة، آباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. يعني دائما بنقول لمغفرة الخطايا والحياة الأبدية. خلينا نحكي كلمتين كمان على المنفعة الثالثة اللي هي مغفرة الخطايا. بالعهد القديم كان الخاطي بيجيب ذبيحة للكاهن وبيذبحها على نيته مشان تنغفر خطايا، ونحن بالعهد الجديد المسيح انذبح على الصليب من أجل خطايانا. فلنحن لما عم نقدم القربان هي امتداد لذبيحة الصليب. المسيح بالعشاء السري بيقول لتلاميذه، بيقول أخذ خبزا وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يسفك من أجلي كثيرين لمغفرة الخطايا. نحن بدل العهد القديم كانت الذبائح الحيوانية، بالعهد الجديد صار المسيح هو الذبيحة الإلهية إلنا. فإذا بدنا مغفرة خطايا لازم نتناول. من هون تجي ضرورة التناول. نحن كل يوم بنخطي، فإذا كل يوم بنخطي احنا بنحتاج كل يوم غفران خطايا ولا لا؟ أكيد بنحتاج. واللي ما عم يتناول باستمرار عم يخلي خطاياه مثل ما قال مارسيوريوس الكبير تكتر يوم بعد يوم. ندخل بموانع التناول. صحيح، أكيد أبونا. أنا بتمنى يعني إذا هيك كمان ممكن نوضح للمشاهدين، لأنه في عالم هيك يعني بتاخدها مثل ما بيقولوا بالمصطلح الشعبي سبيل موضوع التناول، ما بيعرفوا إنه في تحضير، بعتقد في شيء لازم يكون نحن جاهزين 100% لإله. فشو هي موانع التناول؟ أكثر شيء كتابي يعني من الكتاب المقدس بفرجينا أنه هو مانع للتناول هو قول المسيح نفسه، يقول إن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت إن لأخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك وحينئذ تعال وقدم قربانك. يعني واحد يكون زعلان ما ينفع أنه يروح يتناول، بس في فرق هون. عم يقول إن كان لأخيك عليك شيئا، يعني أنت مديون لأخوك، أنت مديون لأخوك فلازم تروح وتصالحه أولا. طيب إذا أخوي هو مديون إلي وهو اللي أخطأ بحقي، بحق اللي أتناول؟ هذا كمان سؤال. كمان بيرد المسيح بيقول إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منه فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. بمعنى آخر أنه حتى إذا أخوي هو مخطئ إلي لازم أنا أسعى للصلح. طوبى لصانع السلام لأنهم أولاد الله يدعون، بيقول المسيح. فأنا لازم أسعى للصلح، إن كان أخذ الخطوة الأولى أنه أنا أروح أصالحه أو أبعت واحد أو اثنين أو أدخل فورا للكاهن. في ناس بياخذوا الطريق الثاني أو الثالث قبل الأولى أيا كان، ولكن مع ذلك ممكن ما يسمع أخوك منك، وهون بيكون مثل الوثني والعشار اللي ما بيريد الصلح معك. بولس الرسول بيحكي على هالموضوع بيقول إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. ليش؟ لأنه الجميع ما سالموا بولس الرسول ولا سالموا المسيح. المسيح ليش قتلوه؟ ليش صلبوه؟ لأنه ما سالموه، مع أنه هو على الصليب عم يصلي لهم يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. قلبه كان مملوء بالحب نحوهم يدعي لهم. فكمان اللي أخوه بيروح لعنده ما بيصالحه على الأقل خلي يصلي له بقلبه مشان يتأكد أنه قلبه نقي، مثل ما عم نقول بطقس القداس الكاهن بيقول القدسات للقديسين والأنقياء
يعطى أو تعطى فقط. لازم واحد يكون قلبه نقي. شلون بدي أعرف إنه قلبي نقي؟ لما أعرف إنه أنا عم بصلي للخير لا أخوي اللي ما بده يصالحني، لأنه مثل ما يقول بولس الرسول المحبة لا تسقط أبدا. هذا مانع من الموانع إذا واحد زعلان لازم يسعى للصلح. ثاني شيء الاعتراف. جاء في مناشير بطريركية للمؤلف سيدنا مثلث الرحمة زكا والعيواز الجزء الأول صفحة 106 إنه لازم الإنسان يعترف قبل التناول. الاعتراف لازم يكون اعتراف أمام الكاهن الاعتراف الجماعي محسوب أبونا؟ حسب القوانين الحالية، نعم، ولكن الاعتراف الفردي هو اللي ذو الفائدة، اللي يعطي الفائدة للإنسان مشان يتوب، هي اللي تعطيك الفائدة. نقدر نعتبر الاعتراف الجماعي هو حل، عم بيحل لك، لأنه الكهنة مضغوطين من مرات بجماعة كبيرة وكاهن واحد. إذا كل واحد بده يعترف ما بده يلحق الكاهن، بس لسر الاعتراف ما راح يلحق يعمل خدمته. فممكن هذا تسهيل عطوه مشان الكاهن يقدر يعمل خدمته، ولكن إذا واحد بده يستفاد روحيا لازم يعترف فردي مشان ياخذ إرشاد روحي. وما نقصد بالاعتراف انه لازم كل هفوه تعترف فيها والا ما تتناول، والا بدك تثقل على الكاهن. يوميا لازم تعترف او كل اسبوع لازم تعترف، ومستحيل في كاهن يقدر ياخذ اعترافات كل شعبه باسبوع واحد. صحيح. بينما واحد يكون عنده يعني بين الحين والاخر موعد مع كاهنه ويعترف بخطاياه. من الأمور اللي كمان هي لازم تكون كاستعداد للتناول هو الصوم. الصوم من منتصف الليل أو ما لا يقل عن 3 ساعات للمرضى والضعفاء بحسب القانون الجديد في الكنيسة. في مانع من الموانع مشهور بين شعبنا، يقولوا ما يصير واحد يتناول لما المرأة عندها الدورة الشهرية. وهذا الشيء في كثير من آبائنا بصراحة يثبتوا هالشيء، يعني في كتابات من الآباء القدماء يعني. ولكن الديسقولية الآباء الرسل ما بتمنع التناول تبع المرأة اللي عندها الدورة الشهرية. بدي أقرأ هيك بس ايش اللي إجا بتعاليم الرسل الاثني عشر. يقول المؤمنين بالمعمودية نالوا الروح القدس الذي هو دوما مع الذين يصنعون البر ولا يغادرهم بسبب إفرازات الطبيعة وعلاقة الزواج، بل يمكث باستمرار لدى الذين يقتنونه ويحفظهم. أما بالنسبة إلى الذين يحفظون أيام الحيض، فإن كنت أيتها المرأة تفتكرين إنه في 7 أيام حيضك تكونين خالية من الروح القدس، فإنك إذا مت في تلك الأيام ترحلين خالية ومن دون رجاء. ولكن إن كان الروح القدس فيك تتحفظين باستمرار من دون وجود أي مانع عن الصلاة والكتب المقدسة والإفخارستية. فافتكري وانظري إن الصلاة تسمع بواسطة الروح القدس، والإفخارستية تقبل وتقدس بواسطة الروح القدس، والكتب هي أقوال الروح القدس وهي مقدسة. فإن كان الروح القدس فيك لماذا تتحفظين عن الاقتراب إلى أعمال الروح القدس؟ إن كان لديك الروح القدس وتتحفظين عن الاقتراب من ثماره، ستسمعين الرب يسوع المسيح يقول لك أيتها الجاهلة والعمياء أيهما أعظم، الخبز أم الروح القدس الذي لديك؟ قولي لي أيضا أيتها الامرأة، إنك في 7 أيام حيضك تحسبين نفسك نجسة بسبب أو بحسب الناموس الثاني، يعني ناموس موسى. فبعد 7 أيام كيف تتطهرين من دون معمودية؟ فإذا اغتسلت اغتسالا تظنين إنك به تطهرين، فإنك تنسفين معمودية الله التامة التي غفرت لك خطاياك بشكل كامل، وتجدين نفسك في شرور خطاياك الأولى وتسلمين إلى النار الأبدية. وإن لم تعتمدي تبقين نجسة كما أنت مقتنعة في فكرك، ولا يجديك نفعا التحفظ الفارغ لمدة 7 أيام. ما يجديك التحفظ ل7 أيام، عم يركزوا عليها. لا، بل يضرك جدا، لأنك نجسة في تفكيرك، وكنجسة ستدانين. لذلك يا أحباءنا اهربوا وابتعدوا عن هذه التحفظات أي الاحتراسات ونحوها. لقد
أخذتم الانعتاق فلا تأسروا أنفسكم ثانية. يعني الانعتاق يعني أنتوا تحررتوا من الناموس، فلا تأسروا أنفسكم ثانية، وما خففه ربنا ومخلصنا عنكم لا تحملوا لأنفسكم أيضا، لا تحفظوا هذه الأشياء وتحسبوا إنها نجاسة، ولا تمنعوا أنفسكم بسببها، ولا تطلبوا الرش أو المعموديات أو التطهير منها. من هون بنفهم إنه الدورة الشهرية أو العلاقة الزوجية الشرعية لا تمنع التناول بحسب تعاليم الرسل، مشان لا حدا، بعرف كثير ناس مقابل هالشيء، في كهنة مقابل هذا الشيء وبيستشهدوا من الآباء، بس نرجع لتعليم الرسل بيعطي. وحتى في أنا شو اللي سمعت، إنه في عندنا مجمع من المجامع على عهد مثلث الرحمات مارغ ناطيوس زكا أول عواز، إنه أخذوا فيها قرار إنه حتى المرأة اللي عندها الدورة الشهرية تتناول. يعني سألت فيها وقالوا مظبوط أخذوا هي قرار. تماما أبونا، إذا هيك بتكون وضحت الصورة أمامنا. يعني صراحة اليوم كان موضوعنا شيق، وبعتقد كتير من الشبيبة أبونا صراحة عندهم هيدي التساؤلات، وبالذات موضوع التأخير بعتقد بالداس كان هيدا يمكن أحد النقاط اللي بتسأل عنها الشبيبة. ومثل ما أشرت أنت أنه ببلاد الاغتراب او باوروبا تحديدا ممكن الواحد يتاخر على شغله وكذا، اذا لظرف معين تاخر وما كان عم يتسلى بعدين جاي على القداس او كان بشيفة، اكيد صلاته مقبوله وبيقدر يتقدم للقربان المقدس. ابونا القصه ليبا ملكي، كاهن كنيسه مار جابرييل في نور شوبينج بالسويد، تودي ساقي ابونا، بارك مور مره ثانيه. تودي بشين اللهم بارك، الله معكم. الله معك ابونا، واكيد مشاهدينا هذا الموضوع كان بحزاله نهره، بريك ومنتابع معكم.